بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشكر من بعد الله سبحانه وتعالى للسادة الأجلاء. وقد كانت هذه المحاضرات بمثابة التعريف شاملة جامعة مانعة. والسؤال المتبادر للذهن، يعني أنت بترى أنه ما الفرق بين أنتوا دعوة توحيدية، وكذلك يعني نحسب أنه أنصار السنة برضهم دعوتهم برضها هو بحارب نفس الشيء اللي أنتوا بتحاربوا فيه، فما هو الخلاف بينكم وبينهم، مع أنه يعني ما يجمع بينكم وبينهم أكثر مما يفرق؟ يعني ما بسأل ما هو السبب يعني بينكم وبين أنصار السنة، إذا أنصار السنة برضهم بيدعوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وبياخذوا الخمشة برضو في القبب وفي الأولية وفي كده، يعني بتتفقوا الغاصب ويشترك بيناتكم بيجمعكم، يعني ما يجمعكم أكثر مما يفرقكم. شكرا. ده سؤال مهم وسؤال يعني يدل على فهم وفقه سائله، جزاه الله خير. ألا فضل بعض من الناس، نعم نعم نعم. طيب كويس، نجاوب على عملنا. طيب فالشيخ جزاه الله خير بيسأل السؤال، الفرق بينكم وبين أنصار السنة وهم يدعوا للتوحيد الآخري. طيب أنصار السنة جماعة، الناس الفوق الماسكين الرئاسة بتاعت الجماعة بتاعت أنصار السنة والشيوخ بتاعهم الكبار، دكتور فلان وشيخ فلان وعلان، ديل الآن وضعهم براو. وفي ناس تحت دعاة، قد يكون عندكم هنا في الغرية، قد يكون في الغرية الفلانية، ما عندهم علاقة بالفوق ديك، لكن بيقول لك أنا أنصار سنة، وتلقى شغال دعوة توحيد وينهى عن الشرك زي ما قال الشيخ، ويدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. ده خير وكلامه ده لحد هنا طيب، عندنا معه كلام تاني هنخليه في النهاية. ده براو، ده كلامه طيب ودعوته دي لحد هنا بارك الله فيه وجزاه الله خير عليها. أما الفوق ديل الرؤساء والماسكين الشغل من فوق شيوخهم الكبار، ديل الآن غيروا المنهج، بيقوا تاني بعد ما كان بيحاربوا القباب والشركيات تحت الصوفية والضلالات، تاني رجعوا الليلة ديل الكبار الفوق بيقوا يمدحوا الصوفية ويمشوا معاهم. آخر حاجة هسه قريب مشوا زيارة لمنو؟ سمعتوها كلكم مش كده في وسائل الإعلام، ليه ناس الكباشي وحضروا الذكر معاهم اللي بيسموه ذكر ده هو باطل بدعة. وقبل ده كرموا شيخ الطريقة السمانية داخل مباني المركز العام لأنصار السنة، وديك ناس الإصلاح كمان طلعوا مطوية قالوا الصوفية شيوخنا الأفاضل كمان. ديل الرؤساء ديل بايظين مرة واحدة. أما التحت ديل قد يكون زول ما عارف الكلام ده، ده نحن بنعذره بجهله ونقول له الآن لو عرفت أترك النازل واشتغل دعوة التوحيد خلاص، وتابع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ما تتابع لك راجل تاني، تقول تمسك لك في زول شيخ فلان جاء، شيخ فلان طلع، شيخ فلان سافر، شيخ فلان رقد مستشفى، فلان ده لو ضل انت بتضل معاه، وطالما انت متعصب له وبتقبل كلامه الحق والباطل. حد ما شيخ من شيوخهم سب الصحابة، قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة والصحابة كان عندهم هوى والصحابة بيحبوا الدنيا ذاته، وده كلام فارغ وكلام باطل، لأنه ربنا قال عن الصحابة رضوان الله عليهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وربنا قال يحبهم ويحبونه، انتهى الموضوع. فسب الصحابة هم ماشيين في دربه ويأصل لهم في سب الصحابة ويكبروا له والله أكبر، دي الناس مرض، الناس اللي بيسووا كده دي خلاص. لكن أنا بقول في قرى بعيدة نائية قد يكون ناس ما عارفين حال شيوخهم بتاع نصارى السنة ديل وما آلوا إليه من الضلال والبدعة، فديل ننصحهم يتركوا النازل، ونحن ما بنبدعهم ولا بنجرمهم، لكن بننصحهم بلطف وبحكمة وبشفقة ورحمة، أتركوا هذه الجماعات وخليكم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نحن شنو انتوا اللي بنتكلم ده ذاته تابعين لوين؟ ما تابعين لزول، تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم. لا عندنا جماعة، لا عندنا حزب، لا عندنا طريقة، لا نازلين انتخابات، شفت كيف؟ ولا ناس دين، شفت اي حاجه، بس ناس بنركب عرباتنا دي، دق علينا الشيخ ده قال تعالوا الفاو 37 بو بني محاضر عن شنو؟
تمسك بالسنة بنتكلم. معين شنو؟ ما أتاكم الرسول فخذوه بنتكلم. في شنو؟ مناظرة، ما واحد تجاني بالناظر، ما في حاجة. شعبي بالناظر كده، ده دين بس نموت عليه ونحيا عليه إن شاء الله تعالى. ده الموضوع بتاعنا، والله لا تابعين لحزب، لا لجماعة، وبنحب الخير لأي زول. عشان كده أي زول يضرب لنا ما بنقول له أنت تابع لوين. بقول لنا تعالوا محاضرة بنجي. والله ما بنعرفهم. وهسه كثير من الناس قد يكون بيعرفونا وبيعرفوا بعضنا، لكن ما بنعرفهم. وهسه بكره لو واحد فيكم دق قال تعالوا تاني بنجي. اي زول صغير احمر اسود اصفر غيره تعالوا بنجي. دي دعوتنا كده يا جماعه. وبندعوهم ذاتهم الاتباع التابعين لانصار السنه ديل انه الشغله دي بقت سياسيه اكثر من هي شنو؟ دينيه، وده واضح لاي زول. ولا يحتاج كلام كثير. فخليك مع الكتاب، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد من الأحزاب الضيقة دي، لأنه دي فرقت الدين ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله قال كده. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، يعني فرق وجماعات، الله قال لست منهم في شيء، ما تبقى معي فرقة من هذه الفرق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نحن بلدنا بعيدة، وأسئلتكم كثيرة، ونحن والله مشتاقين لكم، دار نقعد معاكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.